السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي داير الإخوان؟ لاباس عليكم، بغيكم تكونوا دائما بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم فيديو طلبوني عليه بزاف ديال الناس، واليوم إن شاء الله أنا لبيت النداء ديال الناس اللي كيصيفطوا ليا، بغاو الناس يعرفوا الثمن ديال موضوع ديال الفيديو والثمن ديال الكواردز وديال الديكتون، الثمن ديالهم وما فيها. بس يعني قبل ما تبدأ ان شاء الله الفيديو، دير لايك. فاش درت الاحصائيات عندي في يوتيوب كنلقى اغلبيه الناس اللي كيتفرجوا في الفيديوهات كيستافدوا، راه يعني كيبقى الشكر ديالكم. يعني كنحس اننا كنديروا شي خدمه يعني معكم وكنعطيكم الافاده. يعني من الاحسن ان واحد يدير لايك، يعني نسميوها كشكر. وسمحوا لينا على هذه المقدمة اللي طولت فيها، إن شاء الله نبدأ على بركة الله. من جديد، كما عرفتوا كما ولفنا حنايا في أي برودوي، يعني كنهضروا على الديكتون ونهضروا على الكوارتز، اللي هو علاش دارو حيت هما رخام اصطناعي. يعني باش كنقولوا الكوارتز ولا الديكتون كنقولوا هما رخام اصطناعي. علاش دارو على حسب، حيت كما كتعرفوا ان الرخام يعني كما كيكون الرخام يا رخام يا جرانيت، كيكون هو طبيعي، والطبيعي ديالو كيكون فيه مسامات، وداك المسامات هما اللي كيخليو يعني تغير اللون ديالو مع المده، يعني مع الزمان. وكما كتعرفوا قد ما طول قد ما انه كيكونوا فيه ليطاش كيكبروا، كاين اللي كيشرب ليه الرخام وكيقول لك راه عندي مشكل ديال ليطاش، ولا الرخام راه شرب ليا عطاني واحد لاطاش كحولية. هادشي اللي علاش الناس يعني تقريبا فاش علاش يعني تختار هاد الكوارتز والديكتون، يعني خلاو انه بزاف يديروا فيه بزاف ديال لي كولور، يعني يكونوا فيه بزاف ديال الالوان اللي ما كاينينش في الرخام الطبيعي، ويقدروا يديروا فيه بزاف ديال الديكورات اللي ما كيكونوش عندنا في الرخام الطبيعي. كما شرحنا في الرخام الطبيعي انه الى حليتي البلوك كتشوف يعني الرخامه سبحان الله العظيم داكشي شنو كتعطيك في الزواقه. يعني يقدر كاين بعض الرخام ما يتعاودش، يعني الزواقه ما يقدر ما غاديش تعاود. هذا هو اللي خلاو ان هذا الرخام الصناعي، انه داك المشاكل اللي كيكونوا في الرخام الطبيعي كيحيدوهم، يعني انه ما كيشربش كيكون قاصح يعني صحيح. ثاني حاجه انه ما كيتكرش دغيا، يعني ما كي اللي كيكون عنده بزاف ديال لي زافونتاج من داك العيوب اللي كانوا في الرخام الطبيعي، حاولوا انهم يحيدوهم في هذا الرخام الاصطناعي. هذا هو السلبيه الوحيده اللي كتكون فيه، انه هو الثمن ديالو غالي غالي بالنسبة لبعض يعني الناس حاليا، حيث هو برودوي جديد وحبذا انه يخرج شي برودوي ان شاء الله اللي يكون منافس ديالو ويطيح مع المدة. هادشي اللي كنتمناو، كما كتشوفوا انه في بزاف ديال الكولورات وفي بزاف ديال الموديلات، واغلبية دابا كلشي تقريبا يعني كيتعاطى اللون الابيض. هذا هو اللي خلاني نجيب لكم الثمن ديال اللون الابيض. ناحيه الكوارتز، الثمن ديال اللون البيض في الكوارتز حاليا داير 2600 درهم، 2600 درهم للمتر كاري. باش كنقولوا 2600 درهم للمتر كاري، يعني الطبله كتكون فيها 65، كتحسب لها البلان ديالو، تحسب النيف، كتحسب يعني كلشي. هذا المتر كاري 2600 درهم للمتر كاري. وبالنسبة للديكتون، الديكتون بادي من 2400 درهم حتى 3800 درهم. هذا بالنسبة للديكتون. وشنو الديكتون والكوارز؟ انه كاين تقريبا بيناتهم اختلاف اللي كيكون طبعا نشير واحد القضية، ان الناس كيقول لك سيليستون كوارز، هي راه سيليستون راه هي شركة اللي كتصاوب الكوارتز، يعني هي شركة مصنعة. هادشي كاين عادي، ماشي مشكل. يعني واحد كيسمع الكوارتز هذا الثمن ديالو راه قلناه. ومن ناحية الديكتون اللي فيه حاجة جديدة، فيه موديلات جداد، انه فيه داك كاين اللي فيه داك الحبوب اللي جراند،
صغار، كاين فيه اللي كيكون هو مات، كيكون فيه العروقة بحال الكلاكاطا، بحال البونكارارا، بحال فيه بزاف ديال لي موتيف. هذا هو اللي كيخلي هاد الديكتون كيكون الثمن ديالو كيطالع، يعني على حسب الكولور، على حسب الموديل. بالنسبة ل 2400 درهم، هذا اللون الأبيض، هذا اللون الأبيض. كيما كل الباقي كولورات، هانتوما دابا غادي ندير واحد الفيديو. كتشوفوا هاد البلاطو دابا، هنا بلاطوات ديال الكوارتز وديال يعني ديال السيليس ديال الكوارتز وديال التكتون أول، هاهوما كتشوفوا بزاف ديال الكولورات اللي كيكونوا. غير هو المشكل اللي كيكون ماشي أغلبية الكولورات كيكونوا ديسبونيبل، يعني دائما الناس مع الناس تعطوا البيض بزاف، وتعطوا اللون ديال الكلاكاطا والبلون كرارة، هو اللي كيخليونا لي فورنيسور يجيبوا هذوك الالوان. وكيما يعني وحكينا معلومه اخرى، ان اذا يعني الناس كيردوا البال، الناس اللي كيمشوا اغلبيه دابا الشركات يعني لي غون سيرفاس بحال ماكدونالد، بحال لي ريستورون الكبار، كتلقى لانهم في الكونتوار كتلقى الكوارتز، ولا كتلقى يعني الكوارتز ولا كتلقى الديكتون، هادو جوج كيكونوا في لابوراتوارات، كيكونوا حيت هما كيجمعش لي بكتيري وشحال ديال لي زافونتاج لي فيه. هذا اللي كاين، وان شاء الله فاش غادي نجيب لكم الثمن ديال الكوريوم غادي نديروا عليه واحد الفيديو تا هو، نشوفوا الشكل اللي فيه والاثمنه ديالو والثمن واللي فيه السور اللي كيكون فيه، ونعطيو عليه واحد التوضيح. وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، نتلاقوا في فيديو اخر وفكره جديده. الله يعاونكم، تبارك الله عليكم.